السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس البنات والولاد والرجاله والدراري الصغار وكل شيء. المهم جيسبر كو فوزالي بيان تو لو موند. السلام عليكم، بخير. واش نقول لكم؟ المغرب تبارك الله دابا يضج ويعج ويفج بالمواهب. شكرا لابو الاطلس، دخلتوا الفرحه على المغاربه رجاله ونساء. كنتو حاقرين على المراه المغربيه وما عاطينهاش قيمتها، حتى جا المنتخب المغربي وجاو لابوات الاطلس وجاو العيالات وراونا تبارك الله المراه المغربيه فين كتوصل وشنو كتصنع. صنعت المعجزات، وصلوا حتى للفينال ديال كاس افريقيا. ولاو الرجاله كاع دوك اللي كانوا يتفرجوا في البارسا شاعل كارو وقهوه مسوسه وجالس يتفرج فيهم، ايه باش عرفوا العيالات اش كيسمعوا. ولكن ما ننساوش بان كاينين شي عيالات، هذوك صحابات روتيني، هذوك اللي شقوا هنا وخلاو كاع دوك سميتو دوك الرجال اللي ما يحشموش هاد الايامات. ماشي اش قال لك واحد لقاتو مرتو كيتفرج في كيتفرج فروتيني يوم يومي، قال لك كانت كتقري في الفريت، خوات لي الفريت على وجهه، اه خوات لي الزيت على وجهه. دروك السيد راه تحرق على قبل روتيني، لان علاش هما صنعوا لينا روتيني باش الكوالبا يتفرجوا يطلعوا الطون دونس. هما اللي صنعوا لينا ولد الهنويه، هما اللي صنعوا حريوده، هما اللي صنعوا داك نزار، هما اللي صنعوا نادا، صنعوا ديك كلشي كلشي. هادشي راه مصنوع والله، هادشي راه مصنوع باش نتوما تكلخوا، والله هادشي راه مصنوع باش نتوما تكلخوا. تبقاو حالين فوقكم هكا في اليوتيوب روتيني، الله يخلي هذا اللي دار اليوتيوب نهار الاول. شكرا لكم، شكرا لكم اصحاب اليوتيوب، كلختوا لينا الشعب، كلختوا لينا الشعب وخليتوه اللور اللور. اه في العود اللي عند الشعب بيقرا ويوعى، ويخرجوا لنا اطباء ويخرجوا لنا اساتذه ويهزوا بنا، يهزوا بالبلاد ويرفعوا بلادنا تبارك الله، وتولي بلادنا من الدول المتقدمه والدول الاساسيه في العالم، بحال السويد والنرويج والدنمارك وسلوفاكيا وواحد السوالم ولا بعد الغراف تاهم. اه وما نساوش الجمعه، الجمعه تاهي تبارك الله فين وصلت. اي ودابا نتوما كلختوا لينا الناس، كلختوا لينا الشعب، كلختوا لينا ولادنا، باش كاع الدري من اللي يبغي يقرا الا كاع نوا نوا كاع يتخرج. كيقول لك دابا كتسولي البنت كتقول لها اش باغا تخرجي طبيبه ولا بيلوطه، كتقول لك باغا نخرج نادى حاسي. الدري دابا كتسولو كتقول له اش باغي تخرج، الدري عنده 7 سنين 8 سنين 10 سنين طموح زعما، كتقول له اش باغي تخرج في المستقبل، كيقول لك باغي نخرج ان شاء الله نزار ولا الملولي. شتي تبارك الله فين وصلتونا؟ شتي شحال كلختونا؟ شتي شحال كلختو ولادنا؟ الدري شوف المغاربه اللي باقيش تقروا ولادكم بالفلوس، والله نخلوه مع اليوتيوب راه كلشي غيخرج مكلخ، راه غاديين وكيكلخوا لينا في الشعب. راه خاص رقابه على اليوتيوب، خاص رقابه على اليوتيوب، راه مشكله. راه العيالات نهار كامل معرين على بصاصتهم وعلى بزازلهم، التيك توك جاهلو، اليوتيوب جاهلو، ولكن هاد الشيء راه عنده مخلفات على ولادنا، عنده مخلفات على الجيل القديم. دابا الجيل القديم والجيل الجديد، دابا المراه الدريه قاريه كاع قاريه واصله الباك تقول اش باغا تخرج، نقول لك باغا تخرج بحال الحريوده. سيري يا حريوده انا بغيت لك الحبوب في البزازل كيما خرجتي ولادنا اللور اللور. دابا راه خاصنا نديرو راه خاصنا نديرو احتجاج على اليوتيوب، ما نديروش احتجاج على المازوط وليسانس. المازوط وليسانس راه غير يهبطوا فيه، والمشكله هما الاخلاق ديالنا اللي هبطوا، اخلاق ديال ولادنا اللي هبطوا بسبب اليوتيوب وبسبب مكلخين. كاين اللي ما قاري ما واعي ما خارج ما جايل. اش نقول لكم؟ راه بقى غير المسخ وقل الدين وقل الحياه. انتوما طلعوا النيفو، طلعوا النيفو، طلعوا النيفو، راه المغرب غادي وكيتاخر عباد الله. الدول المتقدمه غادا تقدم، حنا غادي نتاخروا بسبب اليوتيوب، بسبب اليوتيوب وفضائح اليوتيوب. العالم كله ولا يعرفنا غير بالفضائح ديال اليوتيوب. اي كنشكروا، كنشكروا كاع عندنا الرياده وعندنا السياسه وعندنا كل شيء. اي ولكن خاصنا نهزوا بالبلاد، خاصنا نهزوا بالبلاد ونهزوا بالتعليم ونهزوا بالمستوى الثقافي ديال المواطن. اسبان كلخين اللي كاع اللي كيتابع ولد الهنوده ويتابع حريوده وحادي حاسي وفاسي وماسي ونزار، اشوفوا لا باقينش تتبعوا داك الشيء. حاولوا قولوا اسمح مرحبا اسمح مرحبا اسمح مرحبا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتبعوني انا، تبعوني انا باش نخرجكم من الطريق.
تحية لكم العيالات، شكرا لكم، راني دوشت وخرجت ندير هذا الفيديو هذا. أحبكم جبن حبن كبن بسلامة. عندك قناة في اليوتيوب وعندك فيها 1000 مشترك ولكن واحد في ساعات المشاهدة، عندنا لك الحل. حنا فريق الخدمة ديالنا هي نكملو لك 4000 ساعة في ظرف 7 أيام مع نسبة القبول 100%، حيت كنخدمو بطريقة قانونية ما عمرها ترفض ليك. ما عليك غير تواصل معنا، وفي ظرف أقل من أسبوع غتفعل القناة ديالك إن شاء الله.